بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة جمعنا نتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي فوائد بذور الحلبة المنبتة. الحلبة المنبتة عبارة عن حلبة حصى احنا بنشتريها من العطار، وبعد لما بنشتريها بنبدأ إن احنا نعملها عملية استنبات. طيب نعملها عملية استنبات إزاي؟ عن طريق إن احنا بنجيب الحلبة بناخدها ونبدأ نحطها في طبق نظيف ونغسلها مرة واتنين وتلاتة، بحيث انها نتأكد ان الحصى اللي فيها والتراب اللي موجود عليها بقى نضفت وبقت كويسة جدا ونضيفة، عشان طبعا دي هتستخدم للأكل، فلازم ان احنا نغسلها كويس. طيب هنغسلها، وبعد ما غسلناها وحطيناها في الطبق هتسيبها لمدة 8 ساعات او 12 ساعة، وتبدأ تجيبها تاني وتحط عليها شوية مية، تسيب المية لمدة دقيقتين او ثلاثة وتغسلها كويس، وتبدأ تصفيها تاني كل 12 ساعة وكل 8 ساعات تغسلها وتسيب المية عليها دقيقتين ثلاثة، بحيث انها تشرب من المية. لمدة 72 ساعة هتبدأ تبص تلاقيها بدأت تنبت وتزرع بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا يعني هي اول ما في اول 72 ساعة مش هتوصل للحجم ده كله، لان دي طبعا الحلبة اللي حضراتكم شايفينها الطويلة قوي دي بتبقى لها عندي اكتر من 7 ايام. فهي تبدأ تزرع معاك واحدة واحدة، برضه هتبدأ تغسلها كل يوم لعند لما تكبر، وكل لما طالت مدة الحلبة عندك يعني تخليها توصل مثلا ل7 ايام. لو وصلت معاك ل7 ايام دي بتبقى من اقوى مضادات الاكسده، بتبقى مضاده للاكسده بشكل رهيب جدا، وبتبقى مغذيه جدا، اكنك بتجيب الشجره كلها من الجذر من الارض وتاكلها زي ما هي، ودي طبعا مفيده جدا جدا فوق ما تتخيل. طيب مفيده لايه بقى الحلبه المنبته؟ مفيده لايه؟ اول حاجه اللي احنا نعرفه، المعلومه اللي كلنا نعرفها، ان السيدات الحوامل اول لما يعني بعد الولاده بينصحوهم بشرب المغلي الحلبه. ليه بتعمل ايه الحلبة؟ بتزود نسبة ادرار الحليب بتاع الام بنسبة 500%. انت متخيل الكمية؟ يعني لو هي اخذت كمية بسيطة جدا من الحلبة بتزود نسبة ادرار الحليب عندها بنسبة 500%. طبعا الحلبة المنبتة زي ما احنا عارفين كلنا انها بتعالج الانيميا، وده طبعا لذلك الست المرضى بتاخده عشان تاخدها علشان خاطر تعوض كمية الدم والحاجات اللي أثناء الولادة. الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه أساسي النهاردة بقى، الحاجة اللي احنا بنتكلم عليها الرئيسية، احنا بنتكلم عن علاج استخدام الحلبة المنبتة لعلاج مشكلة عسر الهضم والانتفاخات والتقلصات ومشكلة الإمساك. أي حد بيعاني من كسل أمعاء، عسر هضم، كسل امعاء، انتفاخات، غازات، اي مشكله بتعاني منها في الجهاز الهضمي خد حلبه منبته. الناس اللي عندها امساك او عسر هضم، اقسم بالله لو اخدت كل يوم قبل كل وجبه معلقتين او ثلاثه من بذور الحلبه المنبته هتخلي معدتك زي الملبن بالظبط بالظبط، لان طبعا احنا عارفين كلنا ان اي مشكله في الجهاز الهضمي تعكنن عليك حياتك. لو شويه انتفاخات بسيطه جدا في القولون، تقلصات بسيطة جدا وانتفاخات بسيطة جدا، لو انت معاك فلوس الدنيا كلها تبقى اوحش انسان في الكون واتعس انسان في الكون، لان طبعا انت مش مستريح، المعدة مش مستريحة عندك، وبالتالي هيكون عندك مشكلة. طيب اسهل حاجة نعملها ايه؟ بدل ما تروح تشتري ادوية من الصيدلية وموتيليوم وحاجات دايجستين والحاجات اللي هي المهضمة والكلام ده كله، لا انا يا عم الحاج اطلع على العطار اشتري منه نص كيلو حلبة ب 10 جنيه او ب 8 جنيه كمان، وابدا اخد منها شويه صغيرين، طبعا مش هتعمل له كلهم، وتعملها استنبات زي كده، وتبدا تاخدها كل يوم 4 معالق مثلا قبل كل وجبه او ثلاثه، او تاخد طبق كبير بقى لو انت بقى شاطر وناصح، تاخد طبق كبير على الفطار، تفطر بطبق زي ده، اقسم ممكن تحط عليها عسل على فكره تبقى طعمها جميل جدا، اقسم بالله العظيم ما تحتاج فطار. لو اخدت دي كده انت كده مش ناقصك حاجه، لو اكلت طبق زي ده كده في الفطار انت هتروح شغلك وتمارس حياتك ومش هتحس بهبوط، لانها بتعالج الانيميا اساسا، فمش مش هتحس ان انت جعان اصلا او هبطان او حاجه زي كده. طيب الاستخدام بقى بتاعها، احنا هناخد قلنا هناخد 3 معالق قبل كل وجبه او طبق على الريق عشان نعالج بيه عسر الهضم، عشان نعالج التقلصات والانتفاخات، عشان نعالج الامساك او صعوبه الاخراج او عدم انتظام عمليه الاخراج. لو انت عمليه الاخراج عندك مش منتظمه، اللي بتخش الحمام مثلا متقطع وتحس ان انت مفيش راحه يعني، او عمليه الاخراج ما تمتش بشكل كامل، هتاخد حلبة منبتة هتروح جاي على طول تخليك تدخل الحمام تفرغ كمية الفضلات اللي جواك كلها، بفضل الله وعن تجربة يعني وعن تجارب كمان. انت بس يعني خلي عندك عزيمة كده وخليك نشيط وجرب وانت تشوف. طيب
الامان بقى بتاع الحلبة الملبية طبعا انت تكون حافظها في التلاجة عشان الجو الحر. هتحط قبل الاستخدام تحط عليها شوية خل ابيض، خل ابيض عادي من بتاع البيت، شوية خل صغيرة صغيرة، بحيث تكون احنا ضمننا انها خالية من البكتيريا، خالية من الميكروبات، حاجات زي كده، عشان انت طبعا منبتها بقالك شوية وحطيتها في سيبها في التلاجة، فده طبعا لو في اي بكتيريا الخل بيقتل اي حاجة. وده انا نصيحة بقدمها لاي انسان، انك لو بتجيب خضار من اي مكان وعايز تطهره من اي فيروسات من اي بكتيريا، اغسله بخل، خل ابيض من بتاع البيت، اقسم بالله بيقضي على كل الفيروسات، ما فيش فيروس بيقف قدامه. الخل ده بص يعني سحر، بس احنا مش عارفين قيمته طبعا. او يعني لو مش هتحط خل، اغليها اغليها كده زي ما بتغلي الحلبة العادية وابدأ كله. ممكن تحط عليها شوية خل صغيرين، او تحط عليها شوية عسل كمان، وتبدأ تديها للأطفال، تقول لهم خد ده اندومي اهو، مغذية جدا 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 للأطفال، مغذية فوق ما تتخيل والله. لو تعرف قيمتها الحلبة المنبتة دي، أقسم بالله ما تخليها تخلص من البيت عندك. كمان طبعا الحلبة المنبتة غنية بفيتامينات كتير جدا، وفيها كالسيوم ومنجنيز وزنك، بتنشط الدورة الدموية، وبتخفض مستوى السكر في الدم بشكل ملحوظ، الناس اللي عندها سكر طبعا، وبتساعد في التخلص من البكتيريا اللي بتكون موجودة في الجهاز الهضمي، وكمان بتساعد في التخلص من ما يسمى بجرثومة المعدة، اللي هي طبعا مجننة الناس كلها. 90% من سكان العالم بيعانوا من جرثومة المعدة، وطبعا جرثومة المعدة يمكن احنا اتكلمنا عليها قبل كده، انها بسبب مخالفات سلوكية في الطعام والاكل السريع والكلام ده كله هو السبب في جرثومة المعدة. وطبعا يعني مش عايزين نخوض في تفاصيل في جرثومة المعدة عشان احنا مش موضوعنا اساسا. الحلبة المنبتة بتحتوي على فيتامينات ألف وجيم وكاف، وبعض أنواع فيتامين ب، وبعض أنواع الأحماض الأمينية طبعا مضرة للحليب الأم، بتعزز صحة العضلات والأعصاب، وتحتوي على خصائص مضادة للإرهاق، وبتقلل من تشنجات العضلية للأعصاب، وتعمل على تهدئة الأعصاب والتوتر للناس اللي بتعاني من التوتر وبيعمل لها مشاكل كتيرة جدا. حاجة سهلة وبسيطة جدا قدمناها، أتمنى يا رب تكون وصلت لكم معلومة مفيدة وجديدة. أوعى توقف الخير ده عندك، وأوعى تحرم نفسك من الفوائد الجميلة والعظيمة بتاعة الحلبة المنبتة. حاجة سهلة ورخيصة جدا، وربنا سبحانه وتعالى خلق لنا كل حاجة لها فايدة، بس ممكن يكون احنا من كتر التطور اللي احنا وصلنا له اصبحنا ان احنا يعني ما بقناش فاكرين حلبة منبتة، ما بقناش فاكرين اي حاجة. فياريت تخلي ده عندك في البيت باستمرار. اتمنى يا رب تكون يكون وصلت لكم معلومة مفيدة وجديدة. يا ريت تدعموا الفيديو ده بلايك وكومنت، واشتركوا في قناتنا. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.